ما زلنا مستمرين في هذه القرية وخاصة في هذا المركز لتحفيظ القرآن الذي يستقطب 300 طالب لتحفيظ القرآن الكريم، إلا أن هناك حقيقة محفظي القرآن هم متبرعين من أنفسهم وما عندهم أي مصدر دخل. موجود 6 محفظين في هذا المركز يناشدون أهل الخير بدعم بكفالة شهرية لهم حتى يؤدون هذه الرسالة الربانية بصورتها الحقيقية ومتكاملة. ساعدوا إخوانكم من محفظي القرآن الكريم على إنشاء جيل يحفظ كتاب الله، الأجر ينتظركم يا خيرة الناس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هيئة الأعمال الخيرية العالمية معكم على طريق الخير.